نعم، نقف الآن في أمام إحدى المظاهرات التي حج إليها العشرات من المواطنين من دول عربية مختلفة، خاصة في الشرق الأوسط وكذلك شمال إفريقيا والخليج. جاءوا من خلال الشعارات التي نرى وأقرأ لكم. هذا الشعار مثلا يقول فيفا، في إشارة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا لدعم قطر للإرهاب، حسب ما جاء فيه هذه اللوحة. كذلك هؤلاء مجموعة من الشباب أمامنا وكذلك نساء في هذه المظاهرة، نسمع أصداء بعض الأغاني الحماسية التي عادة تقام في تجمعات كهذه. معظم المتظاهرين يحملون شعارات كما ذكرت ضد قطر، والمظاهرة بدأت قبل نحو نصف ساعة. في هذه اللحظة ينضم إلي أحد المنظمين وهو الأستاذ المستشار أحمد فضالي. ممكن أن أسألك ما الذي جئتم لفعله هنا في هامبورغ؟ جئنا هنا لتأكيد ضرورة حصار نظام قطر الإرهابي، للتأكيد على ضرورة التصدي لحكام قطر الذين ينفقون الثروة التي حباهم الله بها في إزهاق أرواح الأبرياء، في قتل الآلاف والملايين من المدنيين. جئنا هنا للقصاص، لمطالبة قادة العشرين بأن يعملوا ضمائرهم وأن يتحملوا مسؤوليتهم أمام العالم وأمام شعوبهم في أنهم يقتصوا للمنطقة العربية من هذا النظام الإرهابي الذي ارتكب أبشع أنواع الجرائم، وتعاون ودعم ومول كافة الجماعات الإرهابية، داعش والنصرة وغيرها، كل ذلك من أجل أن يكون هناك خنجرا في ظهر الأمة العربية وشعوبها. لذلك مطالبتنا اليوم هي واضحة جدا لقادة العشرين، مطالبتنا سلمناها في مذكرة احتجاجية منذ اليوم الأول لبداية أعمال المؤتمر، وهي ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بين قادة الدول العشرين الحاضرين هذا المؤتمر وبين الكيان القطري، دولة قطر التي ترعى الإرهاب. مطالبتنا اليوم لديها الكثير من الإيجابيات التي تعبر عن شعوب المنطقة العربية، بل والألمان والفلسطينيين الذين شاركوا معنا اليوم، وسويسريين ومن جنسيات كثيرة مختلفة جاءوا بالإضافة إلى الجاليات العربية والمصرية ليؤكدوا أننا مطلبنا عادل، ضرورة القصاص من أمير الإرهاب أمير قطر. طيب، يمكن أن أسألك بأي صفة أنتم تتظاهرون؟ هل بصفتك واحد من المصريين كما أفهم من لهجتك وصفتك؟ أنا بصفتي عربي، وبصفتي أيضا أرى أن هناك حق مسلوب، حق الدفاع عن الشعوب العربية تجاه هذه المرتزقة التي ترعاهم قطر في العديد من دول المنطقة من أجل حفنة من الدولارات حتى يزوقوا أرواح الأبرياء. جئت هنا لكي أشارك الحقيقة مع المنظمة الألمانية لمكافحة الإرهاب، ومع المنظمة الفرنسية أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان، ومع المنظمات النمساوية وكثير من المنظمات الأوروبية التي دعتنا اليوم لكي نشارك معها كوفد دبلوماسية العربية الذي يعبر عن الشعوب ولا يعبر عن الحكومات. لذلك نحن اليوم في هذه المسيرة الضخمة وهذه المظاهرة الحاشدة اللي بتعبر بالفعل عن رغبة الشعوب في أن يكون لقادة الدول العشرين دور في مواجهة إرهاب قطر وفي عودة النظام القطري إلى دولة قطر الحقيقية، يعني ضرورة إنهاء حكم هذه الحقبة الإرهابية نهائيا من تاريخ قطر حتى تعود قطر شقيقة ضمن أشقائها العرب. ضرورة التصدي أيضا لكافة المخططات التي أدارتها قطر من أجل إسقاط الدول العربية الوحيدة تلو الأخرى. ضرورة تجميد أموال قطر وضمان تعويضات كثير من الملايين في سوريا والعراق وليبيا ومصر والسودان وغيرها. ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لكي يتم التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قطر وأبشع الجرائم التي مولتها ووقفت ورائها من أجل أن يكون هناك لها دور للأسف، يعني بعوضة تبحث عن دور أسد. للأسف هذا أمر غير معقول، لا يعقل أبدا أن تضع قطر بأموالها موضع، أن تضع نفسها موضع السعودية ومصر والدول الكبيرة، بل هي وضعت نفسها فيما أبعد من ذلك، ذهبت إلى أنها أمريكا التي تتحكم في العالم العربي. لذلك من الخطأ ومن الإذعان المرفوض أن يتم الصمت. هذا الصمت الذي يمارسه قادة العشرين اليوم على إرهاب قطر هو شراكة مع قطر في العمليات الإرهابية. طيب، قلت لي في قبل قليل إنكم وجهتم رسالة أو بيان إلى قادة قمة العشرين، هل تلقيتم أي جواب؟ أما معروض عليهم، عليهم هم أن يردوا،
عليهم هم أن يبحثوا طلبات عادلة لجموع الشعوب العربية بل لشعوبهم أيضا. يعني شارك في هذا كثير من المنظمات الأوروبية التابعة لقارة العشرين، بل هناك الاتحاد العالمي المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هؤلاء قدموا آرائهم ومطالبهم العادلة من هؤلاء الذين يديرون العالم للأسف ويصمتون على الإرهاب. اليوم هذه المظاهرة لابد أن تصل إلى مسامع العالم، ولابد أن يعلم هؤلاء الحكام، حكام وقادة العشرين، أن لديهم مسؤولية وهناك ضمير، لابد أن يحاسبهم ضميرهم، لابد أن يعودوا إلى الحق وامتنعوا عن حماية قطر وامتنعوا عن توفير الحصانة لقطر في ممارسة العمليات الإرهابية. طيب دعني أنتقل إلى أحد زملائك أيضا من الحاضرين في التنظيم، أنت تحمل العلم المصري على صدرك، هل ممكن أن تقدم لنا اسم حضرتك؟ أنا المستشار نجيب إبراهيم رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وعضو الدبلوماسية الشعبية. طيب تتظاهرون اليوم، ولمست أنا من خلال يعني الحديث مع بعض الشباب الكثيرين الذين حضروا هنا هم بلهجات عربية مختلفة، أنت في حضورك هنا ما الذي تريد أن تقوله؟ في الحقيقة نحن لا نعبر عن مصر فقط، وإنما نعبر عن الدول التي عانت من الإرهاب وما زالت تعاني من الإرهاب، أمثال مصر، اليمن، يعني سوريا، العراق إلى آخره. نريد اليوم بوقفتنا نرسل رسالة إلى قمة العشرين، وهي على بعد أمتار من يعني مما نحن نجلس عليه أو نقف فيه الآن، رسالة إلى أن الإرهاب لم يعد قاصرا على منطقة الشرق الأوسط، وإنما امتد إليكم في أوروبا وفي غرب أوروبا. وبالتالي يجب أن تعلموا أن دم الإنسان الأوروبي أو إنسان بصفة عامة أغلى بكثير من أموال النفط القطرية. وبالتالي نحن نطالب اليوم قمة العشرين بوضع حد الإرهاب القطري نمرة واحد، ب يعني وضع استراتيجية، وأيضا حجب الفيفا تنظيم قطر، وتجميد فلوس قطر لصرفها أو لإنفاقها على أسر الضحايا. شكرا جزيلا لك. إذن هذه ارتسامات من مواطنين عربيين كانا هنا في هذه المظاهرة. أمامي كما ذكرت مجموعة من الشباب والنساء الذين كلهم جاءوا في هذه المظاهرة، هذا تجمع آخر لهم، وتشاهدون صور أو الشعارات التي يرفعونها جميعا في هذه التظاهرة، التي أود أن أذكر أنها موجودة على بعد بضع مئات من الأمتار من مقر انعقاد قمة المجموعة العشرين، التي ما زالت مستمرة حتى الآن في انتظار أن يصدر بيانها الختامي.